بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم، أو بمعنى أدق يعني شو مع الحلقة اللي جاية، عبارة عن سيريز يعني، أو كنا ابتديناها من الحلقة اللي فاتت الخاصة بالتريجرز، أو تقدر تقول إن اللي فات كله من الكورس كان المستوى بتاع البيزكس. الليفل اللي احنا واقعين فيه ده الانترميديت، تمام؟ الميديت، المستوى المتوسط. هنتكلم في حلقة اليوم عن introduction to variables، مقدمة عن ال variables. طيب، على وش خصوص انا هتكلم عن ثلاث نقط بالظبط. اول حاجة هي ايه ال variables ديت؟ ببساطة يا جماعة بيقولوا لنا الجماعة دولت it's way to collect and store information to use them later، طريقة علشان نقدر بيها نخزن داتا، معلومات، بغرض ايه يا جماعة؟ عشان نستخدمها بعدين. جميل خالص. طيب انت عندك في ارتيكوليت ستوري لاين ثلاث انواع من انواع الفاريابلز. اول نوع تكست فاريابلز، متغيرات نصية بتسمح ان انت تخزن فيها داتا نصية علشان تستخدمها. النقطة الثانية نمبرز، متغيرات رقمية بتسمح ان انت تخزن فيها ارقام عشان تستخدمها. الجانب الثالث ترو اور فولس فاريابلز، ديت متغيرات بوليان، يا صح يا غلط، يا ابيض يا اسود، علشان برضه تستخدمها بعدين. جميل خالص. النقطة الثالثة والأخيرة يا جماعة في حلقة اليوم، there are three steps علشان تعمل بروسيسنج وانت بتشتغل على الفاريابلز. بصوا يا جماعة، وانت بتشتغل على الفاريابلز في الستوري لاين انت عندك ثلاث خطوات دايما بتعملهم، تمام؟ أول حاجة بتبتدي تعمل كرييشن للفاريابل، بتبتدي تنشئ الفاريابل، وطالما بتنشئه يبقى بتحدد نوعه. جميل. بعدين بتبتدي تنشئ تريجر، التريجر ده عشان تعمل له ايه؟ عشان تعمل ادجاست للفاليو بتاعت الفاريابل، يعني بتحاول تحط فيه قيمة. طيب ده انت عملت فاريابل، بعدين رحت عملت تريجر واديت له قيمة. النقطة الثالثة هتروح تعمل تريجر علشان يستخدم القيمة اللي انت خزنتها فين؟ خزنتها في الـ variable. ده بمنتهى البساطة الفكرة بتاعت الـ variables في الـ storyline. الحلقة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان adding true or false variables، مثال بسيط. ما تنسوا، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.